نشرة أخبار الخامسة والربع من صوت لبنان مع تحيات السكفوري جيتا مارون والمخرج بيير جامو. أبرز العناوين. أولى معارك الموازنة تنطلق غدا والشارع في المرصاد. سؤال من اليازا إلى الحريري حول أسباب رصد ملياري ليرة سنويا لصالح مجلس سلامة المرور. وزير البيئة يضع اللبنانيين أمام الخيار المر. في شيء مؤقت، عندي خيار أنا، أو النفايات بالشوارع بالمتن وبكسروان وبجزء كبير من بيروت، أو بدي وسع المطمر. ثلاث هزات تضرب لبنان اليوم، وحمزي يطمئن عبر صوت لبنان. زخم الهزات الأرضية جزء من النشاط العادي، كل الهزات الأرضية دون الأربع درجات لا تشكل مصدر للخوف أبدا. بومبيو يجدد اتهام إيران بالتدخل في شؤون لبنان. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم، لا تعلم ولادك وتقدر تكفيلهم جامعات، بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلمهم بكرة. بعد استراحة المحارب تنطلق غدا أولى معارك الموازنة في جلسة مجلس الوزراء التي ستشكل امتحانا للسلطة السياسية في ظل غياب التضامن الوزاري والرؤية الاقتصادية الموحدة. الشارع يرصد في المقابل نقاشات الموازنة في ضوء الإجراءات التقشفية المنوي اتخاذها، وتحسبا للمس بالرواتب والأجور يفتتح العسكريون المتقاعدون أولى التحركات الاحتجاجية غدا صباحا، تليها بعد غد تظاهرة شعبية في عيد العمال. وفي غضم السياسة التقشفية ومحاولات خفض العجز، لا تزال أبواب الهدر مفتوحة على مصراعيها في ضوء السؤال الذي وجهته جمعية اليازا إلى رئيس الحكومة سعد الحريري والمتعلق برصد ملياري ليرة سنويا لصالح مجلس سلامة المرور من دون أن تأخذ علما به. في ملف النفايات، وبالرغم من أن الأزمة مر عليها 4 سنوات، لا تزال السلطة تبحث عن الحلول المؤقتة. وزير البيئة وضع اللبنانيين اليوم أمام خيارين، أحدهما سيء والثاني أسوأ، فإما المطامر أو النفايات في الشارع، وهو ما سبق وحذر منه مرارا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. على خط موازن استمر السجال حول موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بشأن عدم لبنانية مزارع شبعة، وجديده تسليط صحيفة الأنباء الإلكترونية التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي الضوء على مقابلة قديمة لرئيس الجمهورية ميشيل عون في العام 2002 عندما كان في باريس ويقر فيها بعدم لبنانية مزارع شبعة. الموازنة على الطاولة غدا، فما هي أبرز البنود التي ستحظى بالمناقشات في غياب الرؤية الاقتصادية المشتركة للسلطة؟ مروان الأدوم. مهمة صعبة على القوى السياسية في السلطة لتمرير مشروع الموازنة، إن كان خلال مناقشات مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ومن ثم إقرارها في المجلس النيابي بعد إحالتها من الحكومة. ولهذه الغاية عمل الرئيس سعد الحريري ومعاونيه إلى تهيئة الأرضية المناسبة مع بقية القوى السياسية من خلال الاتصالات والاجتماعات المتكررة التي شهدها بيت الوسط من أجل احتواء الاحتجاجات الكبيرة التي ستبدأ في الشارع من خلال مختلف القوى العمالية والنقابية وهيئة التنسيق والمتقاعدين
المقاعدين المدنيين والعسكريين. وسط هذا الضياع لا تبدو الحكومة مطمئنة لسير المناقشات مع غياب التضامن الوزاري والرؤية الاقتصادية المشتركة للموازنة وبنودها. كل هذا ينذر بخلط أوراق لا تحمد عقباه. فما هي أبرز البنود التي سوف تشهد نقاشا محتدما في جلسة الغد الأولى لمناقشة الموازنة؟ الخبير الاقتصادي أنطوان فرح يحدد نقاط الضعف والخلل في المشروع. النقاشات حول البنود الواردة في هذا المشروع رح تتمحور حول التعديلات اللي صارت على بعض الضرائب، وهنا على ضريبة الدخل على سبيل المثال، وحتى الرسم الإضافي على اللوحات معتبر مميز ممكن ياخذ نقاش حاد، وكذلك رفع الضريبة على الفوائد فالإيداعات، هذه كمان فيها نقاش حولها. لكن برأيي الشخصي أنا أنه النقاش الحقيقي لازم يتم على البنود التي لم ترد في الموازنة. على سبيل المثال ما شفنا بند لتحسين الإيرادات من خلال تنشيط الاقتصاد، وهذا أمر أساسي، وبالتالي خصوصا أنه لما بنرفع الضرائب على اقتصاد منهك الإيرادات تتراجع ولا تتحسن، هذا يعني ثبت لدينا بالتجارب ومعروف. بند آخر لازم ياخذ نقاش هو بند محاولة تجميل الأرقام. ما لازم نجمل الأرقام، نحن مصداقيتنا بالدق، ما فينا نقول أنه بدنا نخفض للكهرباء بحدود 275 مليون دولار من دون ما نشرح كيف، وبالآخر يتبين أنه مش صحيح هذا الكلام، أو بدنا نقطع الكهرباء أو بدنا نرجع ندفعهم. هاي وحدة كمان من البنود لازم يتناقش بجدية. كذلك قصة تأجيل دفع المستحقات، يعني تحسين أو تجميل العجز ما بيصير عبر تأجيل الدفع. بال2018 عملنا هاي الطريقة وأجلنا لل2019، بال2019 عم نحاول نعمل هاي الطريقة ونأجل لل2020، وهذا الأمر كمان ما عنده مصداقية وما بيحل المشكلة. وبالتالي أنا برأيي النقاشات لازم تدور حول هذه النقاط الأساسية، وهذه تلاقي لها معالجة أساسية لمشروع موازنة 2019 لحتى نكسب ثقة الخارج والداخل. يبقى الضياع الاقتصادي وانعدام جدوى التقشف والاتجاه نحو رواتب الطبقة العمالية ثمة المرحلة المقبلة من عمل حكومة إلى العمل. مروان قدوم، صوت لبنان. رئيس الجمهورية ميشيل عون وحسب ما نقل عنه زواره ستكون له ملاحظات على مشروع الموازنة سيطرحها في مجلس الوزراء غدا، كما سيكون له موقف من حقوق العسكريين. وفي إطار التحضير لبدء جلسات مناقشة الموازنة غدا، عقد وزير المالية علي حسن خليل اجتماعين منفصلين، الأول مع فريق البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي ساروش كومرجاه، والثاني مع مسؤولة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان نجلة نخلي. وجرى البحث في أمور الموازنة بخطوطها العريضة والخطوات الإصلاحية التي تشملها والأرقام المتوقعة استنادا إلى المعطيات القائمة. وجرى تبادل للآراء للمساعدة في بلورة مجموعة من الأفكار التي توصل إلى موازنة متوازنة تتضمن خطوات إصلاحية عملية. وقد أثنى وفد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على هذه الخطوات التي تعكس شفافية ووضوحا ومقاربة مسؤولة تجاه هذا الملف الحساس حسب ما جاء في بيان وزارة المالية. وفي وقت تبحث الحكومة سبل التقشف في الموازنة، لا تزال أبواب الهدر مفتوحة، والدليل ما أثرته جمعية اليازا بسؤالها إلى رئيس الحكومة سعد الحريري حول الأسباب الموجبة لرصد ملياري ليرة سنويا لصالح مجلس سلامة المرور. وأشارت اليازا في بيانها إلى أنها لم ترى أو تأخذ علما أو تناقش على الإطلاق أي مشروع موازنة لصالح هذا المجلس، ولاسيما أنها عضو في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية التي تضم كل الإدارات الحكومية والأهلية. وأكدت أن اللجنة اجتمعت 3 مرات فقط منذ صدور قانون إنشائها عام 2012. موازنة وزارة الصحة لن تتأثر بسياسة التقشف، هذا ما أكده وزير الصحة جميل جبق في خلال رعايته افتتاح مستشفى الفقيه الطبي. التقشف بينفع في كل المحلات إلا بالقطاع الصحي، لأنه كل ما زادت عنا الأزمة الاقتصادية بلبنان كل ما زاد عدد العاطلين عن العمل، يعني ما لهم محل يتحكموا فيه على حساب الجهات الضامنة. بالمناقشة إن شاء الله داخل مجلس الوزراء وبدعم من المجلس النيابي إن شاء الله نحصل على ميزانية أكبر من المطروحة، وإذا حصلنا على الميزانية ما حدا يعتل هم بلبنان. كل الناس اللي بحاجة لاستشفاء، اللي بحاجة لدواء، وخاصة الأدوية المستعصية والأدوية المزمنة سوف يتم تأمينها بشكل مناسب ودوري.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد طالب من جهته بإعطاء الأولوية في الميزانية المطروحة للصحة والشؤون الاجتماعية. ندرك الأولوية التي يجب أن تعطى هي للصحة والشؤون الاجتماعية في هذا البلد، خصوصا أن الأمن والاستقرار الداخلي هو على أحسن ما يرام. نحن نتعاون الآن في إخراج الموازنة التي نأمل أن تأتي بحد أدنى من الإنصاف لشعبنا وللشرائح المستضعفة في هذا الشعب. وبالتزامن مع بدء مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة، العسكريون المتقاعدون يتحركون غدا رفضا للمس بمخصصاتهم. رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد مارون خريش أكد لإذاعتنا أن تحركهم سيبدأ غدا عند 6 صباحا في نقاط محددة. نحن قاصدين وسط بيروت بعض المؤسسات الحكوميه موجوده ببيروت، تجمعات بنقاط محدده وبعدين انطلاق على المؤسسات هذه. نطمن المواطنين انه ما في بكره تذكره الارض، في بعض النقاط بصير فيها تجمع رح تكون مش تذكره الارض، ما رح ينزعج المواطنين من الطرقات الصبح بكير، انما بتصور حول المؤسسات من الانخضاب بده يكون في شبه قطع للطريق لانه رح تكون اعداد كبيره بكره الصبح. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر دعا اتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة إلى اجتماع طارئ قبل ظهر غد في مقر الاتحاد العمالي العام للتباحث في الخطوات التي يجب تنفيذها في مواجهة نيات السلطة بالمساس بحقوق المستخدمين والعمال من خلال مشروع الموازنة. إلى ذلك أعلن منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور ألا علاقة للمتعاقدين بتحرك العسكريين المتقاعدين وهم غير معنيين بتحرك مماثل، لافتا إلى وجود فرق كبير بين متقاعد خرج من ملاك مؤسسته بنصف مليار ليرة ولا يزال يقبض راتبا شهريا ومتعاقد لم يقبض مستحقاته حتى الآن. هذا وأعلن مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات الإضراب غدا في كل الفروع مطالبين مجلس الوزراء البت بملفهم قبل الخوض في غمار مشروع الموازنة مؤكدين عدم تحمل أي تأخير. في غضون ذلك برز موقف لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع شكل نعيا لمشروع الموازنة وقال إن مشروع الموازنة مخيب للأمال ولا يرتقي إلى مستوى المعالجة الواجبة في مواجهة أزمة اقتصادية مالية خطيرة. وأشار في حديث لوكالة المركزية إلى أن ملف مخالفات الأملاك البحرية يكاد يشكل موردا أساسيا يرفض الخزينة بملايين لا بل بمليارات الدولار، وهو لم يرد في أي بند من بنود الواردات في مشروع الموازنة، مؤكدا أن وزراء القوات سيقاربون مشروع الموازنة من هذا المنظار. موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بشأن عدم لبنانية مزارع شبعة لا يزال يثير المزيد من الردود. الجديد اليوم تسليط صحيفة الأنباء الإلكترونية التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي الضوء على مقابلة قديمة أجريت مع العماد ميشيل عون في العام 2002 عندما كان في باريس وبثتها محطة MTV أنذاك، وفيها يقر عون بعدم لبنانية مزارع شبعة وقال إنها كذبة وأنا مسؤول عما أقول، لا يمكننا تعديل الخريطة على مزاجنا، مزارع شبعة ليست لبنانية وحتى لو كانت الأرض لبنانية فهي مضمومة سوريا منذ زمن ولبنان سكت عنها، والحكومة اللبنانية لم تذكر مرة أن لديها أرضا محتلة خاضعة لتنفيذ القرار 242، على العكس قالت أنا لست معنيا بالقرار 242 وليس لدي أرض محتلة فلا يمكن أن تتراجع وتتبناها بعد تنفيذ القرار 425 وتقول إن لديها أرضا محتلة. أضاف عون وعلى افتراض أن سوريا تريد إرجاع الأرض لنا فلتتفضل وتعطينا وثيقة وفقا للشرائع الدولية على أن هذه الأرض لبنانية و
وتحدد على الخريطة رقعة الأرض التي هي لبنانية في مزارع شبعة، وعندها فلتترك لنا المقاومة شرف تحصيلها. مصادر مطلعة أوضحت لإذاعتنا أن هذا الحديث قاله رئيس الجمهورية ميشيل عون عندما كان في فرنسا في العام 2002، واستند حينها إلى تصريحات ومواقف حول وضع مزارع شبعة وعدم لبنانيتها، وأضافت أنه بعد أعلان الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم رسميا أن المزارع لبنانية، الأمر الذي تم تكريسه في مؤتمر الحوار الوطني في العام 2006، وبالتالي وبعد التأكيد السوري على لبنانية المزارع، كان موقف رئيس الجمهورية بأنه من حق لبنان أن يطالب باسترجاع الأراضي وتحريرها بالمقاومة وبغير المقاومة، خصوصا بعد اطلاعه على مستندات تثبت الملكية اللبنانية للأراضي. بالرغم من تحذيرات رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وضع وزير البيئة فادي جريصاتي اللبنانيين أمام الخيار المر بشأن أزمة النفايات، مؤكدا بعد جولة في مطمر الكوستا برافا الاتجاه لتوسيع المطامر وإلا النفايات في الشارع. حل طبعا النهائي لأن أنا عم بتقدم فيه هو ما فيها مطامر بالبحر، في شيء موقت بده يتوسع مطمر لأنه مجبورين. عندي خيار أنا، أو النفايات بالشوارع بالمتن وبكسروان وبجزء كبير من بيروت، أو بدي وسع المطمر ضمن خطة. ما بدي وسع مطمر لنوسع مطمر لنرجع بعد سنتين للبنانية سوري ما لحنا نعمل شيء بس سنتين. الريحة هلأ عنا كتير مصادر ريحة، في المجرير مجرور الغدير، في شيء يمكن عم يطلع من الغاز او من الليتشيت هلا عم نحكي فيه نحن لنتاكد انه ما له علاقه بهذا الموضوع، وفي بعض يمكن المزارع اللي هي كمان لها اثر كثير كبير على الريحه. وردا على جريصاتي غرد النائب الياس حنكش قائلا: الحكم استمراريه، فكيف اذا كان من الحزب او التيار عينه؟ أين وعودكم بالحلول المستدامة؟ مرة جديدة تخيرون أهل المنطقة بين السيء والأسوأ. وسأل حنكش: إلى متى أهالي الدكوين سن الفيل برج حمود الجديد السد البوشري الزل أجل الديب سيتحملون النفايات والتلوث والروائح والأمراض؟ وتعليقا على الفيديو المتداول لتصاعد الدخان الأسود من محرقة المركز الطبي في الجامعة الأمريكية، أكدت إدارة الجامعة أنها ملتزمة بأعلى المعايير الدولية للإدارة الآمنة والمستدامة لنفايات العناية الصحية، وهي ملتزمة التخلص من النفايات التي تحتاج إلى معالجة خاصة داخل منشآتها للرعاية الصحية بشكل آمن ووفق المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. وأوضحت الجامعة الأمريكية أن الحرق هو التكنولوجيا الوحيدة المعتمدة دوليا لمعالجة النفايات التي تحتاج إلى معالجة خاصة ولا يمكن طمرها، لافتة إلى أن المحرقة المستعملة حاليا في المركز الطبي والتي تنبعث منها مستويات أعلى من الدخان بين الحين والآخر هي حاليا قيد التطوير إلى محرقة جديدة تفي بأعلى المعايير البيئية. هزات وخنافس بعد الفاصل. معمول حلو العيد بيصير أطيب على الأكيد مع سمنة وزبدة جولدن بليت. سمنة وزبدة جولدن بليت سرة طعمتها ونكهتها جولدن بليت. عيد العمال في لبنان بأية حال عدت يعيد، نسب بطالة مخيفة، طرد تعسفي ومزاحمة أجنبية لليد العاملة اللبنانية وتلويح بتخفيض الرواتب. أين أصبحت المساعي لتعديل قانون العمل وإقرار ضمان الشيخوخة؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشار الأسمر ومداخلة لوزير العمل كميل أبو سليمان ومعنيين الثلاثاء بعد نشرة أخبار الثامنة والربع مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان.
بعد تعرض صغرتا وطرابلس لهزتين أرضيتين خفيفتين صباحاً، وقعت هزة أرضية ثالثة في الشمال والبقاع شعر بها سكان المنطقتين. وأوضح المركز الوطني للزلازل أن قوة الهزة بلغت 3.7 على مقياس ريختر. الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة شرح عبر صوت لبنان أسباب الهزات المتكررة، مؤكداً أنها نشاط عادي. اليوم سجلنا 3 هزات، 2 بالشمال، الأولى بقوة 3.6 والثاني 3.8 على مقياس ريختر، بحوالي بين 4 و6 كيلومتر شمال زغرتا. والثالثة بعد الظهر تسجلت بمنطقة بعلبك بقوة 3.7 على مقياس ريختر، بنفس المنطقة يلي تحركت من يومين كمان بعلبك وسجلت هزتين بقوة 3.2. وهذا بيعود أساسا إلى مكانة الموقع أو الإنشاءات اللي هم موجودين فيها. في إنشاءات متينة تقدر تخفف من مفعول حركة الطبقات الأرضية التكتونية، وفي إنشاءات بتكون حساسة يلي هي بتشكل يعني مصدر قلق إذا صار في هزات كتير كبيرة. ما في توقعات فيما يتعلق بالهزات الأرضية، ولكن اللي فينا نقوله إنه هالنشاط هيدا زخم هالهزات الأرضية هو جزء من النشاط العادي والطبيعي اللي نحن بنسجله كل الشهر بلبنان. وأنا بعتقد إنه ما في سبب للهلع أو للخوف. كل الهزات الأرضية التي هي دون 4 درجات أو دون 5 درجات هي لا تشكل مصدر للخوف أبدا. أثار ظهور الخنافس السوداء بشكل كبير في بعض المناطق البقاعية في خلال اليومين الماضيين ذعر اللبنانيين وإرباكهم، خصوصا وأنها المرة الأولى التي يشهد فيها لبنان مثل هذه الظاهرة كما يؤكد الخبراء البيئيون. محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودي طمأن بعد اتصال هاتفي برئيس مصلحة وزارة الزراعة في البقاع خليل عقل، طمأن المواطنين بألا داعي للهلع والخوف من هذه الخنافس لأنها ليست حشرة وبائية ولا تؤثر على صحة الإنسان. عقل أكد من جهته أن هذه الحشرات غير مؤذية وغير ضارة للإنسان والمزروعات، وهي تتغذى على الأعشاب اليابسة وتتراوح دورة حياتها بين 22 و26 يوماً. رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم الترشيشي أكد ألا ضرر من وجود الخنافس. هذه ظاهرة طبيعية أنه تخبى الصرصور شهرين زمان معامل بيض، هلأ طلع وبيض فجأة، فطلعت أكثر من اللازم، ما حتكون مؤثرة ولا إلى أي تأثير. دعت دار الفتوى إلى التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم السبت في 4 أيار. وأعلن المكتب الشرعي في مؤسسة المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله أن 2 في 6 أيار هو أول أيام شهر رمضان المبارك. جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهام إيران بالتدخل في شؤون لبنان، مؤكداً العمل على نظام عقوبات يجعل التعامل مع إيران مكلفاً جداً. وقال أن واشنطن ستضمن أن سوق النفط العالمية تتلقى إمدادات جيدة حين يتم إلغاء الإعفاءات لمستوردي النفط الإيراني في 2 من الشهر المقبل، وشدد على حرص بلاده على ثبات سوق النفط بعد العقوبات. وفي الملف الروسي الأمريكي أكد بومبيو أن روسيا لا تزال تمثل تهديدا للانتخابات الأمريكية، مشيرا إلى أن التدخلات الروسية تشمل البنية التحتية ونظام الاتصالات والنظام المصرفي. ولفت إلى أن روسيا تدخلت قبل انتخابات العام 2016 وكان على الإدارة السابقة معالجة ذلك. وعن فنزويلا رأى بومبيو وجوب رحيل الرئيس الفنزويلي. في المقابل أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أن المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية مستحيلة، مشددا على أن بلاده لن تتفاوض مع واشنطن تحت الضغط الاقتصادي القسري. وأضاف: أمريكا تريد إجبارنا على الدخول في حوار معها من خلال الضغط علينا اقتصاديا، لافتا إلى أن أي مفاوضات في هذه الظروف تعتبر استسلاما لواشنطن، وهو ما لن يحصل أبدا.
على خط إيراني آخر، أفادت وسائل إعلام سورية ببدء إيران إخلاء مقارها في منطقة دير زور شرق سوريا بعدما حلقت طائرة مجهولة فوق المنطقة لمدة 30 دقيقة من دون أن تنفذ أي هجمات. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه طلب قرضاً مالياً من الدول العربية في خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في القاهرة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية بعد خلاف مع إسرائيل حول اقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية. إلى صفحة الأحوال الجوية. جو ربيعي دافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، ويكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة وانخفاض محدود في درجات الحرارة وظهور طبقات خفيفة من الغبار. كان في النشرة أولى معارك الموازنة تنطلق غدا والشارع في المرصاد. سؤال من اليازا إلى الحريري حول أسباب رصد ملياري ليرة سنوياً لصالح مجلس سلامة المرور. وزير البيئة يضع اللبنانيين أمام الخيار المر. نحن بعد 21 حزيران لح نكون عم نسكر كل الغير مرخص. ثلاث هزات تضرب لبنان اليوم، وحمزة يطمئن عبر صوت لبنان. زخم الهزات الأرضية جزء من النشاط العادي، كل الهزات الأرضية دون الأربع درجات لا تشكل مصدر للخوف أبدا. بومبيو يجدد اتهام إيران بالتدخل في شؤون لبنان. ختام النشرة من صوت لبنان.